السلام عليكم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الخامس مع درس جديد من دروس القراءة وهو نجيب محفوظ. تعودت أميرة أن تقرأ قصة قصيرة من قصص الأطفال قبل أن تخلد إلى النوم، أي أن لدينا فتاة تسمى أميرة تحب أن تقرأ قصص الأطفال وخاصة قبل أن تنام، ولكن في مرة من المرات استوقفتها عبارة كتبت تحت صورة لأديب مصري، أي أنها وجدت صورة مكتوب تحتها هذه العبارة: عندما لا يكون عندي ما أكتبه أشعر أنني ميت. وفي اليوم التالي ظلت تترقب، أي تنتظر فترة اللغة العربية، أي حصة اللغة العربية، لتسأل المعلم عن صاحب الصورة وعن معنى ما قرأته أسفلها. وها هو معلم اللغة العربية يخرج من جيبه مجموعة من الصور لأدباء مصريين ويسأل عن أسمائهم. هنا كانت المفاجأة. لماذا مفاجأة؟ وعقدت لسان أميرة لأنها وجدت الصورة التي تريد أن تسأل عليها المعلم ومعنى الجملة أمامها، أي أن الصورة أمامها والمعلم يسأل من صاحب الصورة، وهي كانت تريد أن تسأل نفس السؤال. ولكن دهش المعلم عندما وجد أميرة لا تعرف، وهو يعرف جيدا أن أميرة تحب قراءة القصص وسير الأدباء، أي تعرف الكثير عن المؤلفين. هنا كان رد أميرة أنها أخرجت له الصورة من حقيبتها وحكت له قصتها مع هذه الصورة في ليلة أمس. انتهز المعلم الفرصة وكتب اسم صاحب الصورة على السبورة وقال: درسنا اليوم صاحب جائزة نوبل، وهو الأديب الكبير نجيب محفوظ. هنا أميرة كانت طائرة من الفرحة وأخذت تتعلق بنجوم السماء فرحة. لماذا؟ لأنها الآن عرفت من هو صاحب الصورة والجملة التي تحتها، ولما قاله المعلم عن أن نجيب محفوظ أديب كبير فاز بجائزة نوبل. تعالوا نتعرف من هو نجيب محفوظ. ولد نجيب محفوظ في 11 ديسمبر 1911، أي 11-12-11، يوم 11 شهر 12 وسنة 11. أسرته متوسطة الحال، فقد كان أبوه موظفا وأمه بنت أحد علماء الأزهر الشريف. وكلمة متوسط الحال أي أنه ليس غنيا ولا فقيرا، فهو في حالة متوسطة يستطيع العيش بسلام. تخرج في كلية الآداب وعمل موظفا، واختار أن يكون كاتبا في الصحف والمجلات، أي أنه كان مؤلفا ويكتب المقالات في الصحف والمجلات أيضا، وكتب الكثير من القصص. منذ أن كان طفلا، أي منذ نعومة أظافره، كان يحب القراءة والاطلاع. وكلمة نعومة أظافره يعني في حداثة سنه، أي كان سنه صغيرا جدا، وكان يحب أن يمسك بالكتب ويقرأ القصص ويطلع، لدرجة أن أغلب وقته كان يقضيه ماكثا، أي جالسا وقتا طويلا في المكتبة. أهم مؤلفاته وأسعد لحظاته: من مؤلفاته بين القصرين وقصر الشوق والسكرية وزقاق المدق وبداية ونهاية وخان الخليلي. أسعد لحظاته حينما كان يكتب، وكانت أشد لحظات الحزن عند هذا الرجل التي يتألم فيها عندما لا يجد ما يكتبه أو يتوقف عن الكتابة. هنا فهمت أميرة العبارة التي كتبت تحت الصورة، أي أن نجيب محفوظ يحب الكتابة ولكنه يشعر بالألم الشديد حينما يتوقف عنها، لذلك يعتبر نفسه ميتا. أهم الصفات لدى نجيب محفوظ: أولا كان منظما، النظام، وكان نظيفا، النظافة، كان يعشق بلاده مصر ويعشق أهلها وسكانها، التخطيط الجيد، فكان يخطط جيدا ويقضي وقته بصورة مفيدة، التواضع الشديد، فكان إنسانا متواضعا يجلس بين الناس في كل مكان. ومن أجل هذه الصفات استحق جائزة نوبل عام 1988، أي أنه استطاع أن يخطط جيدا بكثير من المؤلفات التي ساعدته على أن يحترمه العالم ويكرمه عام 1988، وتوفي عام 2006، يعني ولد 1911 ومات 2006، يعني يقرب من 95 عاما عمر الكاتب الكبير نجيب محفوظ.
أبنائي وبناتي، الآن قد انتهينا من شرح هذا الدرس. أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولخصت لكم أهم أفكاره. في انتظار تساؤلاتكم، وسوف تجدون الأسئلة المطروحة عليكم على هذا الدرس في واجب المدرسة. وشكرا لكم على حسن الاستماع والإصغاء، وأتمنى أن ألقاكم في درس جديد وفي حكاية جديدة نستفيد منها جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله.